نزلوا جلوس جديد بينفخ الشفاف. انا كان عندي هدول الثلاثة مجربتهم من قبل وكتير بحبهم. اول واحد نزلوه هو هيدا، فيه هيك مثل جلتر خفيف، هيدا الاكستريم بيعطي فيه ليبتنت وكتير بحبه، كمان في منه على نيود. هلا نزلوا هيدا الازرق اللي هو وات ذا فيك اكستريم اي سي افكت، هيدا شكله هيك بيجي ازرق كتير حلو لونه، رح احطه على نص شفافي لحتى نشوف اذا عن جد رح يبين النتيجه ويبين الفرق. ريحته مثل هدول المنتوس اللي بناكلهم على نعنع وهيك، هيك ريحته. هلا اول ما حطيته بلش هيك شوي مثل يحرق الشفاف، بس خفيف منه قوي ابدا. خليني اتركه كم دقيقه على الشفاف وارجع لكم. رجعت لكم بعد 5 دقائق. شو رايكم، شايفين شي فرق؟ انا حاسه في فرق بس كتير خفيف، حتى ما بيحرق كتير الشفاف مثل غير انواع، بس مبلا في شوي فرق بسيط. شوفوا حطيت معه هيك البلاينر عن يود وحطيته، طالع كتير هيك حلو. كمان هيدا الليب كومبو، كمان هيدا الناس اللي ما بيحبوا كتير هيدا شعور الحرق رح يحبوه، لانه بتحسوا كانه هيك مثل الثلج على شفافكم، هو مكتوب عليه اي سي افكت. بس المفضل عندي بضل هيدا الاحمر وات ذا فيك اكستريم الاحمر، وفيه كمان ليب تنت. سو انتو اي واحد بتحبوه، اي واحد مجربين.